هنا. تعالوا 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 ليك سيدي. شو هذا البيت؟ هذا البيت متاكد انت؟ طبعا متاكد. لا لك لا مرتنا. ها لا ما راورتك هذا البيت. هيو طوقوا البيت، ما بدي النمله تطلع منه. ها يلا بسرعه. وانت صيع عليه قل له لا يتصدى، ترى التصدي ما بيجيب نتيجه. ها ساعة يلا سلم حالك، البيت محاصر من كل الجهات، واي محاوله للتصدي للشرطه راح يكلفك كثير. ايه علينا انت ثاني يا زلمه، بكفي. شو مفكرها قصه الزير سالم انت؟ شو اسمه هذا السايب؟ شو اسمه مين هذا اللي جاي مشانه؟ هذا اسعد. اسعد خيو، اسعد اسعد سلم حالك، سلم نفسك، انزل. هاي عاشب كاون شنو محاصر؟ ما محاصر، ليش عم بقول البيت محاصر؟ شو بعرفني الان انت وشي واحد عصاب؟ لك ما بيبلع لي عصاب طول الوقت، انت انا بعلي عصاب بحياتي ما لقيت مع حدا. اه يا شب كاون، تعال 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 الباب، تعال تعال صاره تعال اهو لك بالمفتاح، افتح المفتاح افتح المفتاح افتح المفتاح. اه 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 وين الرهائن ولك؟ سيدي انا 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 رهائن. اها يا هم لالي يا هم لالي، اي رهائن؟ الرهائن اللي محتجزهم عندك ولك. سيدي هدول ما رهائن، هدول الضيوف، انا عملت لهم سمك وسلطه مشان ياكلوا. بحياة اختي. لكن ليش مسكرين البابا؟ سيدي مسكرينه مشان جوده ما يفوت على البيت، هذا واحد محتال. لانه بيتحش حاله بكل شغله، ويمكن يعمل شي شغله يبطل قصده قدام قدام هذول الاشعار. شلون ولك؟ يعني بدك تقول لي انه مانك عامل شي؟ لا والله يا سيدي بالعكس، عملنا له سمك طيب كتير، وكمان انه بنحطهم بالمسجله كم غنيه ينبسطوا، بس عم تحكي لك المسجله بدنا نصلحها باخر الموسم. سلام سليم سلام سليم بيعرف بعد عني. بتجيبوا لي سليم وبتنزلوه على التحقيق تمام؟ حاضر سيدي. يلا وكمان جودة بيعرف كل شيء، جيبوا لي هذا اللي بيقول عليه جودة ونزلوه على التحقيق. حاضر سيدي حاضر. نعم بعيونك العمى ديبة. شو؟ لا تنسيني بالزوادة. ها أسعار شو بدك؟ انت ما كان لازم تجيب سيرتي، لأنه هلأ أنا شغلة بقدم عليها بالحكومة ما بيعطوني موافقة لحكم عليه. آسف آسف. ما هي جودة؟ لكن عم فعيونه ما كله من ورا راسه، لو خليتنا نطبق لنا شي وحدة أجنباوية فرنجونية نتجوزها هيك شحططنا معها على أوروبا، ولك شحططنا معها على بلاد الإجريك وخلتنا نعيش عملك. شو كان طالع لك؟ لأنه شايفينك بمنامة، جودة بمنامة، جودة عم نشوفك، أما طاصينا رغم إنك قد الضبع. أعلي لك إنه شايفينهم عم نتصبب على جمالهم، ما أحسن من القعدة واللحشة هم بالحبوسة. شو بدك؟ شو بدك؟ لك شو وصلتوا هالفرنجوني؟ ليش لاحشينه بالحبس مثلنا؟ برغال يا ده برغال. الماني؟ اي والله شكله متسامها. تشوف بلكي فيني صرف البابور. شو ده؟ ترجم له ويقطعوا لعمرك. شو بتعرف الترجمه؟ خواجه مسيو. خواجه ببور كوز انجليزي، ان اخذته كثير منيح وما اخذته راح بده يشيلها علي ما علي، بعملك كفتها بعجنك عجنها. وما اشتريته لسه احسن واحسن حياتي.